ما معنى صريح الإيمان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي؟ نعم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه كلاما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، يعني من ثقل هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان هو خوفهم من الله سبحانه وتعالى، هذا صريح الإيمان، أنه يخاف من الله أن يتكلم بهذا الكلام، هذا هو صريح الإيمان الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم.